زيكم. اخر يوم ليا النهارده في السويد، معايا الشنطه. هودع البلد دي يعني الحقيقه انا اتبسطت هنا قوي ومبسوط بالنتائج بتاعه المؤتمر. الحمد لله امبارح بعت لي واحد الماني، عملت له سيشن من على حاجه بقى فتره طويله معايا يعني، وبعدين بقى رساله فرحتني حقيقه. قال لي كل السيمبتومز راحت والسيمبتومز الكبيره قلت جدا، كان عنده مشكله ما يعني، وبيقول لي الكروماتيك هيلينج ده اكتشاف، وده الحاجه اللي كانت ناقصه يعني بالنسبه له عشان يكمل بيها يعني زي سايكل في العلم بتاعه. عادي. فقال لي انا عايز اعمل لك ريكومنديشن، قلت له سجل لي فيديو. الحقيقه كنت سعيد قوي يعني. انا دلوقتي طالع على بلجيكا، هاخد طياره من ستوكهولم اطلع على بلجيكا، ومن بلجيكا هطلع على هولندا. لفه حلوه قوي، ما كانتش في الحسبان دي. يلا عجباني انا القصه دي، عايز اتحرك بين الدول كلها كده. ودي يعني حد يعملها كويس ممكن يعملها بسعر رخيص جدا. هركب بقى عشان اسافر. يلا مع السلامه.